مشاهدين اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم بلعبي. كل يوم بنلاحظ مزيد من المحاولات القطريه التركيه للعبث بالامن القومي المصري، وكل مره بيحاولوا وبيدوروا على سبب مختلف، مره بيدعوا ان مصر بتقمع الحريات، ومره بيتكلموا عن حقوق الانسان، ومره غيرها بيتكلموا باسمنا وكاننا تحت الوصايه التركيه القطريه. في الحلقه اللي فاتت كشفنا لكم العلاقات القديمه بين قطر والاخوان واللي دفعتها لحمايتهم والدفاع عنهم، ولو على حساب علاقتها بالدول العربية كلها وعلى رأسها مصر ودول الخليج. من ناحية تانية، تركيا بتسمح للإخوان باستغلال أراضيها والبث منها قنوات فضائية إخوانية. مصر قدمت احتجاج رسمي، لكن تركيا مصممة على موقفها. وأخيرا يمكن صرح وزير خارجية تركيا مولود جاويش أغلو وقال إن خلافات بلاده مع مصر أدت إلى خلافات مع دول عربية وصفها بصديقة تركيا، وقال إن أنقرة ضد ما يسميه طبعا بالانقلاب وضد الإرهاب الذي يضرب في مصر. عموما مصر بإذن الله أقوى من كل المؤامرات وأقوى من كل المتآمرين، وتحيا مصر. ونبدأ حلقتنا النهاردة بعناوين الأخبار. بعد 10 سنين بوتين في القاهرة. مصر والسعودية تتحديان الإخوان. نتنياهو يحتاج معجزة ليخرج من ورطته. الرباعية الدولية تدعو إسرائيل للتفاوض مع الفلسطينيين على عجل. والعنصرية تضرب ملاعب الكرة في إسرائيل. فاصل وراجعين لحضراتكم لاستكمال فقرات برنامجنا. ملاعب العرب مع أشرف محمود. الجمعة الساعة 5 مساء، النهار رياضة، الطريق إلى البطولة. هيدي مش أول مرة بتتصرف بطريقة هجومية لما أنا أكون معك. ما بحب كذب علي. هلا أما وقحة وما بتحبه لشربل، بس مش معناتها إنه البنت عم بتخون. ليش عم تحكوا علي وتعجزوني قبل وقت؟ أنا وحدة بستاهل اللي صار فيي. عايدينا وينه؟ أنا حالك أنه ما في حب بيبقى، والمشاعر مع الوقت بتروح. أنا عم ترفع صوتك بوجهي عرب. بصحى بآخر الليل؟ أكيد لا. يا رب يا رب اتحنن علينا يا رب. لما بنبقى في مشكلة بندور على أصحاب الخبرة اللي عندهم رؤية، اللي فكرهم متجدد ومتطور، اللي عينهم على المستقبل، عشان نسألهم. التعليم في مصر محتاج ثورة حقيقية. نحاورهم. الإرهاب يبدأ فكرة. نستفيد منهم. مصر مش مستحملة. نوصل معاهم وبيهم للطريق الصحيح، الطريق للمستقبل. اليوم في برنامج حوار اليوم، لقاءات حصرية مع أهم الشخصيات التي أثرت وأثرت في مصر، فقط وحصريا على النهار اليوم.
في زيارة هي الأولى من نوعها وصلت القاهرة مساء الاثنين الماضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفي الزيارة تم توقيع عدد كبير من الاتفاقيات العسكرية والاقتصادية والسياحية، والاتفاق أيضا على إنشاء أول محطة نووية سلمية لتوليد الكهرباء، وطبعا بحث سبل التعاون المشترك لمواجهة التنظيمات الإرهابية. الزيارة شغلت وسائل الإعلام الإسرائيلية المختلفة وخصوصا جريدة معريف اللي خصصت لها تقرير مطول، وقالت الجريدة أن غرض بوتين هو محاولة توسيع نطاق نفوذ روسيا في الشرق الأوسط ومناقشة تطورات عملية السلام ومكافحة الإرهاب وكمان الجماعات المتطرفة، ووضحت أنه هيحاول يستغل الفتور في العلاقات بين القاهرة وواشنطن، وبيرد الزيارة الأخيرة اللي قام بيها الرئيس السيسي في شهر أغسطس الماضي. أضافت الجريدة أن زيارة بوتين سبقتها زيارة وزير الدفاع ووزير الخارجية في نوفمبر الماضي. الجريدة اهتمت بنتائج الزيارة وتأثيرها على مكانة موسكو اللي بتسعى للخروج من حالة العزلة الدولية بعد ما سندت الانفصاليين الأوكرانيين في شبه جزيرة القرب. معنا للتعليق على الخبر أستاذ ضياء حلمي، رئيس جمعية الصداقة المصرية الروسية وعضو مجلس الأعمال المصري. مساء الخير يا فندم. أهلا يا فندم. عايز أعرف تعليق حضرتك على زيارة بوتين لمصر وتعزيز العلاقات المصرية الروسية. هو الحقيقة زيارة الرئيس فلاديمير بوتين لمصر توقيتها بالغ الأهمية وبالغ الدلالات. هي تحمل أكثر من رسالة. هي رسالة بدعم روسي لمصر، ورسالة أخرى برغبة روسية مصرية في الشراكة الاقتصادية والتعاون في كافة المجالات، ورسالة إلى استعادة تاريخ العلاقات المصرية الروسية التي كانت راسخة جدا وكانت تقوم على أساس كبير من الاحترام المتبادل، وهذا ما يجعل الشارع المصري أيضا يشعر بارتياح كبير لهذه الزيارة، وهناك استقبال شعبي وحب شعبي جارف للرئيس فلاديمير بوتين ولروسيا الصديقة. وطبعا احنا عارفين انه الرئيس السيسي في اكثر من مناسبة تحدث عن توازنات الخارجية للعلاقات الخارجية المصرية وأهمية استعادة المساحات اللي فقدناها في دولة كبيرة مع دولة كبيرة زي روسيا ودولة صديقة، يمكن جدا ان احنا نستفيد ونتعامل سويا لمصلحة البلدين ومصلحة الشعب. طيب عايز اعرف من حضرتك تأثير الزيارة دي على منطقة الشرق الأوسط ككل. لا هو تأثيرها الحقيقة هقول لحضرتك ايه، هي يعني ساعات يطلقوا كلمة زيارة تاريخية على زيارات كثيرة، لكن هذه بحق زيارة تاريخية. ليه؟ لأنه المنطقة بتتعرض لما لم تتعرض ليه طول عمرها، ده شيء غير مسبوق، محاولة تقسيم المنطقة العربية، الإرهاب المنتشر، استخدام الولايات المتحدة لبعض الجماعات الإرهابية، الموضوع بالغ الخطورة. وزي ما قال برضو الرئيس السيسي، أرجع أكرر لأنه الحقيقة عنده رؤية ثاقبة الزعيم السيسي، أنه الرئيس قال أنه هذا الإرهاب مصر تحارب نيابة عن العالم كله، تحارب نيابة عن العالم العربي والإسلامي هذا الإرهاب اللعين اللي حيطالي الجميع. فتوقيت الزيارة دلوقتي واحنا بنحارب الارهاب هيكون ليها تاثير كبير في الشرق الاوسط امنيا، الناحيه الامنيه، لان في تعاون امني هيحصل بيننا وبين روسيا وتعاون عسكري وتقني. بالنسبه للتعاون العسكري حضرتك ذكرته، في تخوف اسرائيلي من هذا التعاون العسكري وتخوف امريكي ايضا، لان طبعا الرد الفعل الامريكي كان سريع جدا ووصف علاقته بمصر بانها علاقه فريده من نوعها وتاريخها طويل جدا مش هتتاثر باي شيء. هقول لحضرتك الولايات المتحدة الأمريكية يعني تراقب كل الأشياء بقلق، وإسرائيل أيضا، لأنهم بيتكلموا عن مصالحهم بغض النظر عن مصالح الدول الأخرى، وهذه نظرة ضيقة الأفق. إسرائيل دولة حرة بتفعل ما تشاء وتتعاون مع من تشاء، وإحنا أيضا دولة كبرى وعظمى ولنا سيادة وريادة أفريقية وشرق أوسطية وعربية، ونتعامل مع من نشاء. لكن القلق اللي عندهم طبيعي وده يطمني، يعني كلما تقلق إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية كلما يزداد اطمئناني إلى أننا في الطريق الصحيح والسليم لاستعادة دولتنا ومكانتنا، لأن مصر دولة كبرى، ولكن هم لم يقرأوا تاريخ وسوف يتعلموه مرة أخرى حينما يقرأوه جيدا. مصر دولة كبرى، القلق بتاعهم مش بس لأنه ممكن يكون في تعاون مصر عسكري، لا لا كمان حتى التعاون الاقتصادي، لأن هم مش عايزيننا نقف على رجلينا. صحيح التعامل هيكون العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا بالعملة الروسية وليس بالدولار،
فده طبعا هيأثر بشكل كبير. هقول لحضرتك، هو الحقيقة ما طرحه الرئيس الروسي، أحب أوضح لحضرتك والسادة المشاهدين، ما طرح مع الرئيس الروسي أو في حقيبته في هذه الزيارة تحديدا هو استخدام العملات المحلية الروبل الروسي والجنيه المصري في السياحة في قطاع معين، لكن أن يمتد هذا إلى التبادل التجاري هذا وارد جدا، يصب في مصلحة الطرفين بعيدا عن العملة الثالثة الدولار. هذا مهم جدا لينا، نحن لا نسعى لدعم الدولار، نحن نسعى لدعم الجنيه المصري، أكيد روسيا تسعى لدعم الروبل، كل دولة تسعى لدعم مصلحتها العملة الخاصة بيها. بالضبط. التعاون الاقتصادي المصري الروسي حضرتك مقلق أيضا لأمريكا والإسرائيل والأوروبا، لأنهم أولا حاولوا يضيقوا الخناق على مصر اقتصاديا واستخدموا الاقتصاد في السياسة، ده معروف للجميع، وحاولوا يضيقوا الخناق على روسيا، لكن مصر وروسيا دولتان كبيرتان مؤثرتان في الاقتصاد العالمي. أكيد بشكر. محاولات ساذجة جدا. التعاون المصري الروسي يقينا في مصلحتنا، وعندنا توازن، نحن نتعاون مع الصين مع أوروبا مع فرنسا مع إيطاليا ومع أفريقيا في اللي جاي، إنما التعاون المصري الروسي ليه طعم تاني خالص. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا الأستاذ ضياء حلمي رئيس جمعية الصداقة المصرية الروسية، شكرا جزيلا للتوضيح. هننتقل من العلاقات المصرية الروسية للعاصفة اللي حاولت الجماعة الإرهابية إثارتها في الفترة الأخيرة للتأثير على علاقات مصر بدول الخليج. الموضوع أثار اهتمام وسائل الإعلام الإسرائيلية المختلفة، واستعرض موقع القناة 7 المكالمة التليفونية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، وأكد الموقع أن محاولات الجماعة الإرهابية فشلت في تغيير جوهر العلاقات بين القاهرة والرياض، رغم أن بعض المواقع والقنوات المحسوبة على الجماعة حاولت تشعل الفتنة بين مصر ودول الخليج بتسجيلات ملفقة. وكانت الصدمة القوية للإخوان لما قال الملك السعودي أن أمن واستقرار مصر جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار دول الخليج بوجه عام والسعودية بوجه خاص. ولسه مستمرين في استعراض الإعلام الإسرائيلي للشأن المصري، ولكن المرة دي مع عن تراجع دوائل قطر عن المصالحة مع مصر واللي كانت برعاية الملك عبد الله ملك السعودية قبل وفاته رحمة الله عليه. ذكر موقع جريدة إسرائيل اليوم أن قطر بتحاول تعمل أي حاجة علشان تهدم النظام في مصر بالتأكيد، وأن موضوع ظهر في البرامج المسمومة اللي بتبثها قناة الجزيرة، وأكدت الجريدة أن عملية تلفيق التسجيلات فشلت وأن غرضها الأساسي على حد تعبير الجريدة إعادة مرسي للحكم. طبعا زي ما وضحنا لكم في الحلقة اللي فاتت أن العلاقات الأديبة من قطر والجماعة الإرهابية هي اللي بتحرك الإمارة وبتخليها بتنتحر عشان ترجع عقارب الساعة للخلف، والأجندة المعادية لمصر من جانب قطر بتشترك فيها تركيا كمان. قطر وتركيا بيحاولوا يظهروا بمظهر مدافعين عن الحريات رغم أن ملفات انتهاكات حقوق الإنسان المفتوحة ضدهم كتيرة جدا. وقالت الجريدة أن حظر الجماعة الإرهابية زود التحريض القطري ضد القاهرة وضد الرئيس السيسي وكمان ضد الأهداف المصرية في شبه جزيرة سيناء. الجريدة قالت أن قناة الجزيرة القطرية أذاعت الهجمات على سيناء وقت تحدثها، كلنا سمعنا بودننا تهليل المراسلين بالله أكبر، وده شيء بيأكد تورطها مع الإرهابيين اللي نفذوا الهجمات. معنا على التليفون الأستاذ محمد سيف مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. مساء الخير. مساء النور. عايز أعرف من حضرتك سبب تراجع إمارة قطر عن المصالحة مع مصر. والله هو السبب مش مفهوم، يعني انت تعرفي ان كان في المؤتمر اللي انعقد في ديسمبر، مؤتمر القمة الخليجي مجلس التعاون الخليجي لما اجتمعوا واتفقوا على مجموعة إجراءات، وإن وكان بيتم الإعداد لعقد قمة بين أمير قطر والرئيس عبد الفتاح السيسي، لكن حصل يعني تطورات في الكواليس مش مفهومة، فرجعت قطر فرجعت عن كل الاتفاقات اللي كانت اتفقتها مع الملك عبد الله يرحمه، أيوه. لما كانت حصل اتفاق وبناء عليه اعاده الامارات والكويت والسعوديه سفرائها الى الدوحه، واتفاق على ان قطر هتقوم بمجموعه خطوات لتحسين العلاقات مع مصر، والملك عبد الله طالب الرئيس السيسي بالتجاوب مع الخطوات القطريه، ومصر رحبت باتخاذ اي اجراءات تعيد العلاقات، وكانت الامور بتمشي في اتجاه الاعداد لقمه او لقاء، وكان بدات بعض البوادر الايجابيه من جانب قطر، ولكن حصل تراجع في يعني
فجأة كده يمكن التراجع يمكن ولا رجعنا تاني لعقارب الساعة رجعت للخلف مرة تانية. لا حصل في الاجتماع اللي هو كان الشهر اللي فات في أثيوبيا، كان الاتحاد الإفريقي بيعمل لجنة عشان تتابع الموضوعات في ليبيا، وكان اقترح عدد من أعضاء الدول الإفريقية أن اللجنة تضم تركيا وقطر، فحصل اعتراض مصري على مشاركة قطر وتركيا لأن هذه دول من خارج القارة الإفريقية. يعني صحيح. يعني الاتحاد الإفريقي كان بيشكل لجنة بتابع الموضوع مع الأطراف والقوى في ليبيا لإعادة وضع ليبيا على الطبيعة وحل الصراعات والمشاكل. ففي بعض الدول الإفريقية دعت إلى أو طالبت بإشراك قطر وتركيا في هذه اللجنة، فمصر اعترضت على هذا الاقتراح ورفضت. بدأ من ساعتها يمكن حصل بدأت تحدث تطورات سلبية، ويمكن وقتها كان أعلن الدكتور حسن مصطفى رئيس اتحاد الدولي لكرة اليد أنه اجتمع مع الشيخ تميم واتفق معه على أن الشيخ تميم هيوجه دعوة للرئيس السيسي لحضور نهائي بطولة العالم لكرة اليد. وحصل ساعتها اتصال برضو بين المهندس إبراهيم محلب ورئيس وزراء قطر ودعاه لحضور ختام البطولة، وكانوا على أساس أن استخدام الرياضة في تحسين الاوضاع السياسيه بين البلدين. فجأة لما حصل هذا في مجد في اثيوبيا في اديس ابابا بدات العلاقات تتوتر تاني. لكن هو في كل الاحوال قطر مش جاده في تحسين العلاقات، لان في ارتباط كبير بينها وبين الاخوان المسلمين، وهي تدعو وهي تسعى دائما لدعم الاخوان المسلمين الاخوان المسلمين او جماعه الاخوان المسلمين. هل في قوة عظمى هي اللي بتضغط على قطر للتصرف في هذا يعني بهذه الامور؟ لا هي قطر بتحاول تلعب دور كبير في المنطقه، يعني اكبر من حجمها، يعني قطر بتحاول ان يكون لها دور على مستوى المنطقه. واظن انت اذا كنت تتذكري ايام من حوالي 6 سنين لما كانت في مشكله الرئاسه اللبنانيه استضافت الاطراف اللبنانيه وفي الدوحة، ومن خلالها تم التوصل إلى اتفاق على اختيار ميشيل سليمان رئيسا لجمهورية لبنان. في برضو استضافة يعني مؤتمر مصالحة فلسطينية بين حماس والسلطة الفلسطينية، وبتتدخل في قضية ليبيا. هي بتحاول تلعب دور محوري في المنطقة من خلال قناة الجزيرة ودورها ومن خلال أموالها، فمش يعني هي بتحاول تقدم نفسها للقوى العظمى على انها لاعب رئيسي في منطقه الشرق الاوسط والخليج العربي. القوى العظمى وهي بتنسق في ذلك مع تركيا. تركيا تسعى ايضا الى الهيمنه على المنطقه العربيه وحلم الدوله العثمانيه مسيطر على اردوغان. الحلم ده ما هو ده الحلم ده، وفي تنسيق بين الجانبين، يعني دايما تلاقي في تنسيق تركي قطري في معظم المواقف دي. لا هدف انت يعني قطر بتحاول تلعب دور كبير اكبر من حجمها واكبر من امكانياتها واكبر من ظروفها. يعني هي بتلقى دعم من بعض الدول من بعض القوى العظمى، لكن القوى العظمى لا تضغط عليها للعب هذا الدور. هي عندها رغبه في الزعامه ويمكن تسعى الى اخذ دور مصر ان هي تكون بديل عن مصر الى تمام. طيب سؤالي الاخير حضرتك استاذ محمد، عايز اعرف منك سبب اهتمام وسائل الاعلام الاسرائيليه بشكل خاص بالعلاقه مصر بتركيا وقطر، يعني دائما وابدا بنلاقي دائما الاخبار موجوده في المواقع الاسرائيليه، الامن القومي الاسرائيلي مراكز الابحاث الخاصه به دائما بتحلل العلاقه بين قطر و تركيا أو قطر والإخوان وعلاقتها بمصر، إيه السبب في ده؟ لأن ده موضوع مهم بالنسبة للإسرائيليين، يعني المحور القطري التركي ضد مصر يعني بيأثر على إسرائيل، إسرائيل هي المستفيد الأول من هذه الخلافات، يعني إسرائيل تتمنى وترجو أن تستمر الخلافات وأن هذا المحور يقوى على حساب مصر وان دور مصر يتلاشى ويضعف حتى تنتهي القضيه الفلسطينيه اللي مصر هي الداعم الاول وهي الداعم الاول والرئيسي لها واللي محتضن القضيه الفلسطينيه، لان هي طبعا بتتابع اخبار مصر. اكيد مصر هي محور الاهتمام الاول لدى اسرائيل، فكل ما يسيء لمصر ويزعزع الوضع في مصر ويخضع الاستقرار في مصر بيكون محل اهتمام الجانب الإسرائيلي، فهذه مادة
خصبة ودسمة للشارع الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية. أكيد، يعني حضرتك بتقول إن قطر وتركيا بيحاولوا يكونوا مهيمنين على المنطقة وبيوصلوا صورة للعالم إن هم لاعبين أساسيين في منطقة الشرق الأوسط. بشكر حضرتك شكرا جزيلا الأستاذ محمد سيف مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لحضرتك. فاصل ونرجع لكم مرة تانية. حضراتكم وهننتقل للشأن الإسرائيلي وهنشوف نتنياهو إزاي ورط نفسه وأصبح في وضع لا يحسد عليه. جريدة هآرس نشرت تحليل للموقف الأخير في مكتب نتنياهو وقالت إن الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية بيحاولوا يظهروا للعالم إن العلاقات على ما يرام. الجريدة قالت إن إصرار نتنياهو على إلقاء خطاب في الكونغرس جعله بيظهر بمظهر اللي بيدور على معجزة، من ناحية هو مش قادر يتراجع فيخسر شعبيته بين الناخبين الإسرائيليين، ومن ناحية تانية كان خايف يسافر فيخسر اللوبي الداعم ليه في الولايات المتحدة الأمريكية. نتنياهو أصبح بين نارين، ورغم كده لما اتسأل مؤخرا نفى أي كلام عن إلغاء الرحلة وقال إن حماية أمن إسرائيل من الملف النووي الإيراني تستحق إنه يسافر لأي مكان. نتنياهو عارف من أين تؤكل الكتف وبيعرف إزاي يأثر على الناخبين الإسرائيليين. وللتعليق على الخبر معنا على التليفون المحلل السياسي وخبير الشؤون الإسرائيلية الدكتور جمال الرفاعي. مساء الخير يا دكتور. مساء الخيرات، اتفضلي. عايز أعرف من حضرتك، تفتكر أي الموقفين هيأثر بالسلب على نتنياهو في الانتخابات القادمة المقرر لها 17 مارس القادم؟ هو نتنياهو خلاص عقد العزم وأعلن إن هو بالفعل هيتواجه للعاصمة الأمريكية وواشنطن وإنه هيلقي خطاب أمام الكونجرس. طبعا يعني إن يعني نتنياهو لن يلتقي بالرئيس الأمريكي باراك أوباما في الزيارة دي لأنه هو عايز يخاطب الكونجرس ويحدثهم عن الخطر النووي الإيراني المزعوم. ولما سئل عن ليه هو مش هيلتقي بالرئيس باراك أوباما فقال ان هو رايح، هو زعم يعني انه رايح الكونجرس بوصفه مواطن زي اي مواطن من يهود العالم، وانه هو ان الدولة الايرانية انها بتمثل خطر يعني القضاء على دولة اسرائيل وقضاء على كل اليهود. فمن هنا بنبتدي نلاحظ ان نتنياهو طبعا اللغة بتاعته بتتسم بذكاء غير عادي، فبيقول ان الدول الأوروبية وامريكا وقعوا الاتفاق بتاعهم مع الدولة الإيرانية في ألمانيا ميونخ. والخبر ده طبعا نزل فقارت في صفحة اولى. فهنا طب انا عايز اعرف من حضرتك تفسير ان محاولة تل أبيب وواشنطن اظهار ان الامور بانها على ما يرام، ولكن بالرغم ان اللوبي اليهودي الامريكي يعني هدد بمقاطعة خطاب نتنياهو في الكونجرس. حضرتك شوفي، العلاقات اليهودية الامريكية هي علاقات يعني اكثر من استراتيجية، وانها يعني امريكا يعني تتعهد بالدفاع عن اسرائيل ووجود اسرائيل وامن الدولة العبرية بمختلف طرق والاشكال. وحتى لو يعني بعض حتى لو يعني الحزب الديمقراطي يعني عارض او قاطع يعني الخطاب بتاع بنيامين نتنياهو، فحاجه زي كده يعني في نهايه الامر لا تنفي ان العلاقات بين طرفين قويه جدا، وان هو القانون الامريكي كل الموضوع
ان هو لا يسمح للرئيس الامريكي انه يلتقي بنتنياهو قبل الحمله الانتخابيه بتاعته، لان صحيح. الحمله الانتخابيه بتاعته عشان ما يعتبرش ده تاثير على الناخبين الاسرائيليين بالظبط. يعني فمن هنا نتنياهو بيقول ان هو رايح للكونجرس على اساس لحمايه امن اسرائيل. بس هنا انا عايز اوضح ان نتنياهو ان هو مش بيقول حمايه امن اسرائيل، ولكن بيقول حمايه امن اليهود. من هنا ان هو عايز يوضح ان وجود قاسم مشترك بينه وبين اليهود في الولايات المتحده الامريكيه واليهود في كل العالم. صحيح. لانه لو كان قال دوله اسرائيل تحديدا فبالتالي ان هو بيتكلم عن دوله بعينها، ولكن بيتكلم عن الشعب اليهودي، فبيقول ان اسرائيل يعني نتنياهو بيملك من الذكاء ان طبعا. هو دائما بيتكلم عن اليهود وليس عن اسرائيل. طبعا. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. طبعا. الدكتور جمال الرفاعي خبير الشؤون الاسرائيليه. هنروح لعملية السلام المجمدة من فترة طويلة بسبب التعنت الإسرائيلي اللي انعكس في فرض شروط تعجيزية على السلطة الفلسطينية وهروب نتنياهو من عملية السلام عن طريق حل الحكومة والكنيست، بالإضافة كمان لانضمام السلطة الفلسطينية للمحكمة الجنائية الدولية. جريدة معريف ركزت على البيان الصادر عن الرباعية الدولية وكتبت الجريدة ان مندوبي الرباعية الدولية اجتمعوا على هامش مؤتمر الامن في ميونخ وحذروا من خطورة الحالة الاقتصادية المتدهورة في السلطة الفلسطينية. وقالت الجريدة ان اللقاء شارك فيه وزير الخارجية الامريكي جون كيري ونظيره الروسي وامين عام الامم المتحدة بان كي مون ووزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي. اصدر المندوبين الاربعة بيان قالوا فيه ان هم بيشعروا بالقلق من الحاله الاقتصاديه الخطيره في السلطه الفلسطينيه ومن عدم وفاء الدول المانحه بالتزاماتها تجاه السلطه الفلسطينيه، بالاضافه كمان ان اسرائيل جمدت اموال الضرائب الخاصه بالسلطه ونشدوا الدول المانحه لانها تعمل على دعم بناء مؤسسات السلطه الفلسطينيه في اسرع وقت لمنع انهيارها. في نفس السياق دعت الرباعية الدولية للفلسطينيين والاسرائيليين الى استئناف المفاوضات في اسرع وقت، وأكدوا أن المفاوضات حتى هي الطريق الوحيد لتسوية الصراع في الشرق الأوسط وإقامة الدولة الفلسطينية. قالت جريدة يدعوت أحنونوت أن مندوبي اللجنة الرباعية الدولية طلبوا السلطة وإسرائيل بالإسراع باستئناف المفاوضات. طب هو السؤال بقى، إحنا ليه دلوقتي بالذات الرباعية الدولية شعرت بالقلق وبتقول أن فلسطين مهددة بالانهيار أو السلطة الفلسطينية مهددة بالانهيار؟ نتمنى ان قرارات اللجنه الرباعيه او طبعا المؤتمر الرباعي الخاص بعدد من الوزراء الخارجيه انه طبعا التوصيات اللي خرجت بيه تنفذ وحل الازمه او الصراع الاسرائيلي الفلسطيني. فاصل وهنرجع لحضراتكم لاستعراض الاذاعه والتلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي. حضراتكم من جديد ونتابع الإذاعة الإسرائيلية وتغطيتها لزيارة نتنياهو لواشنطن ورفض أوباما وقبضته. صرح الرئيس أوباما أنه رفض مقابلة نتنياهو في واشنطن الشهر المقبل لأن قواعد البروتوكول تمنع الرئيس من مقابلة زعماء خلال المعارك الانتخابية. أوباما أكد أنه ينبغي الحفاظ على العلاقات القوية بين الولايات المتحدة وإسرائيل والاحتراس من المساس بها بما قد يفسر بأنه سياسة حزبية. وصرح رئيس الوزراء نتنياهو أنه مصمم على السفر إلى واشنطن لعرض الموقف الإسرائيلي من الملف الإيراني أمام أعضاء الكونغرس والشعب الأمريكي. وفي مؤتمر انتخابي بجامعة بار إيلان قال نتنياهو إن ميونخ تشهد اتفاقا سيئا بين الولايات المتحدة وإيران وأنه سيشكل خطرا على وجود إسرائيل. وفي غضون ذلك أعلن سيناتور يهودي أنه سيقاطع خطاب رئيس الوزراء المنتظر في الكونغرس. وقال برياني ساميرز السيناتور الليبرالي المستقل الذي يتعاون مع الديمقراطيين في مجلس الشيوخ
إنه يظن أن رئيس مجلس النواب جون بينر كان عليه التشاور مع الرئيس أوباما قبل دعوة نتنياهو إلى هضبة الكابيتول. يذكر أن ساميرز هو أول سيناتور يعلن اعتزامه عدم الذهاب إلى الكونغرس سماع خطاب نتنياهو، وأعلن عدد من أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين أنهم سيقاطعون الخطاب. التلفزيون الإسرائيلي علق على زيارة نتنياهو لأمريكا وعلى المخاوف الإسرائيلية من التقارب بين واشنطن وطهران. هل يوجد ما يدعم المخاوف الإسرائيلية من التقارب بين الولايات المتحدة وإيران؟ لا أعلم معنى الخوف أو اللا خوف، نحن ننظر إلى ما يحدث ونترجمه بأبسط صورة ممكنة، ويجب أن نفهم شيئا ولنبدأ بالموضوع الإيراني، حيث إن المحادثات النووية يمكن أن تكون مؤشرا لهذه العلاقات. فمنذ تم استئناف تلك المحادثات في جنيف والأمريكيون يرغبون في التوصل إلى اتفاق أكثر من الإيرانيين، وعلاوة على ذلك حدث تغيير في الشرق الأوسط ولم يعد كما كان، حيث تنهار دول وتحل تنظيمات محلها في الحكم وهي تنظيمات إرهابية، وفجأة نجد إيران التي تجري معها الولايات المتحدة محادثات نووية، إذ تتقمص إيران دور الجانب المعادي، ثم فجأة وعلى الأرض نجد أن إيران ليست المشكلة بل إنها الحل في مواجهة داعش وفي مواجهة القاعدة، وفجأة أيضا نجد أمريكا تقول لنفسها إن الإيرانيين هم من يرسمون خريطة الشرق الأوسط الجديد المحمل بالمشكلة. إذن لماذا لا نراهن على إيران وعلى الشيعة؟ ويمكنك أن تتحدثي عن السعودية، لكن السعودية تتراجع، ولكن لماذا؟ لحظة، لنترك هذا للزميلة. كيف يرى السعوديون هذا؟ ينظرون إليه على أنه خطير جدا. لا شك في أن العلاقات السعودية الأمريكية تتأرجح بشدة في السنوات الأخيرة منذ بداية الربيع العربي، وتشعر السعودية أن الولايات المتحدة تخونها، تتخلى عنها وتدير لها ظهرها وتراعي مصالحها من دون التعاون مع السعودية، سواء في الحالة الإيرانية أو في حالات أخرى. في الواقع لدينا عدة أحداث خلال تلك السنوات الأربع تظهر للسعوديين أن الولايات المتحدة ليست متمسكة بالتحالف بين البلدين كما كان في الماضي، مثل التخلي أيام مبارك والضغط الأمريكي باتجاه انتخابات أدت في النهاية إلى صعود مرسي عدو السعودية اللدود، وكذلك خطاب الخط الأحمر الذي قال فيه أوباما إن وجود خط أحمر في سوريا سيجعل الولايات المتحدة تتدخل، وانتهى الأمر باتفاق هزيل مع الروس، ومواضيع أخرى مثل البحرين وربما تكون الذروة في الاتفاق مع إيران. وهنا تشعر السعودية أنها تعرضت للخيانة، فالولايات المتحدة تتعاون مع أشد أعدائها وربما تعطيها دورا ذا مساحة أكبر داخل العلاقات المعقدة للغاية على ساحة الشرق الأوسط. هل يمكن أن نفتح الخريطة الاستراتيجية ونفهم القوى الجديدة؟ إن كان هذا هو الوضع، فهل تعتبر الولايات المتحدة إيران مريحة أكثر من السعوديين؟ لا أقول هذا، ذهبت بعيدا. حسنا، يمكن الوصول إلى هذا. تلطف علاقاتها مع إيران رغم التذمر السعودي. لنستعرض من جديد القوى الاستراتيجية. أولا، رغم أنه يبدو أننا نبالغ، ولكن ربما خلال عدة سنوات يحدث هذا الأمر. لندع الأمريكيين ولنرى ما حدث هذا الأسبوع، إذ قال وزير الخارجية الإيراني ظريف: لحظة، احترسوا، لو لم تنجح المفاوضات ستصبح حياة روحاني السياسية في خطر، وهذا شيء يجعل المواطن الأمريكي في الشارع يظن أن المعتدلين هم من يحكمون، وأن الثورة التي حدثت في 2009 نجحت بالفعل رغم أنها لم تنجح، وترى كيف توجه الإدارة الأمريكية المواطنين الأمريكيين إلى أنه بالإمكان التحاور مع الإيرانيين والعيش معهم في سلام. والآن يمكن القول إذا تحدثنا عن أمريكا في مواجهة إسرائيل وإيران إن هناك قيما مشتركة ومصالح مشتركة. المصالح المشتركة هي بين السعوديين والولايات المتحدة وليست قيما، وبالنسبة لإسرائيل والولايات المتحدة نتحدث عن قيم مشتركة، وهذا ما ستحاول إسرائيل فعله في الفترة المقبلة، وستقول للأمريكيين: لحظة، التقارب مع إيران له حدود، توجد بيننا قيم مشتركة، لديكم معهم مصالح ولكن لها حدودا. وفي نهاية المطاف فإن الشرق الأوسط الذي تراه والذي أراه به دول تتفكك، فلنرى اليمن ولنرى ليبيا وسوريا والعراق، وفي المقابل فإن هنالك مناطق يحدث بها تراجع للدولة، فإن الولايات المتحدة تنسحب بالتزامن مع ذلك بملء إرادتها لتتابع من يصعد ليستولي على منصة الحكم في ذلك المكان. واضح أن الإذاعة والتلفزيون بيدعموا نتنياهو، بيحاولوا يبرروا تجاهله للرئيس الأمريكي باراك أوباما، بس ما كانوش متوقعين أن أوباما هيرفض يقابله ويرد له الصفعة المتمثلة في زيارة واشنطن بدون تنسيق مع البيت الأبيض.
هننتقل للفيسبوك والتعليقات المختلفة مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية، وهنبدأ مع حضراتكم بزعيم العمل وقائد ما يسمى بالمعسكر الصهيوني يسحاق هرتسوغ، على كتب على صفحته على الفيسبوك: حان الوقت لعرض الأمور بوضوح، بيبي نتنياهو مهتم بوسائل الإعلام وبنفسه عشان يهرب من الرد على الأسئلة الخاصة بغلاء المعيشة وارتفاع أسعار المساكن. نتنياهو مش قادر يرد على المواطنين طبعا اللي بيشعروا بالفوارق الاجتماعية لأنه مهتم بنفسه وبس. ووزير المالية السابق يائيل لبيد كتب على صفحته استعدادا للانتخابات وقال: نقدر نعيش في دولة بيهتم نظامها بشيء واحد، بيكم انتم، انتم مستقبلنا، لازم تكونوا مصدر ووجهة اي قرار بيتم اتخاذه، دي قرارات تخص حياتكم وعليكم انكم تنتخبوا اللي اتخذها. لبيد مهما عمل مش هيقدر طبعا يقنع الاسرائيليين بانتخابه مرة تانية، ده مش كلامنا، الاستطلاعات هي اللي بتقول كده. ووصلت عضوة الكنيسة عن حزب العمل شيري حوميوفيتش هجومها على نتنياهو وقالت: وطنية نتنياهو المزيفة هي مجرد أنانية سياسية خطيرة، بيبالغ وبيقول للعالم كله بيسمعه لما بيتكلم، بس هو لما بيتكلم دلوقتي مفيش حد بيسمعه غير الحيطة. ننتقل لتويتر، وكتبت عديد انها بتطالب المعسكر الصهيوني بالتوقف عن لعب دور اليسار الاسرائيلي لو كان عاوز ينتصر في الانتخابات القادمه. نتنياهو كره المواطنين الاسرائيليين في اليسار، واستمرار يسحاق هرتسوغ ورفاقه في لعب دور اليسار كفيل بخسارتهم في الانتخابات القادمه. وأوريئل كتب في تغريده، وأوريئل ده مؤيد لليمين الاسرائيلي برئاسه نتنياهو، هاجم الرئيس الامريكي اوباما وزعماء العالم واتهمهم بمحاولة إبعاد نتنياهو عن الحكم والدفع بيسحاق هرتسوغ طبعا نحو رئاسة الحكومة، وقال إن الشكل ده بيوصل رسالة بتفيد إن إسرائيل محتاجة نتنياهو، نتنياهو بس. إيه دي جوردون كتب وقال تغريدة بتقول: الدول الديمقراطية بتغير النظام بدون تفرقة ولا تمييز، لكن في إسرائيل مفيش حد بيقبل الديمقراطية ولا حرية التعبير ولا تعدد الآراء وحقوق الإنسان كمان. هننتقل معاكم للكاركاتير، وطبعا أول كاركاتير معانا من جريدة هآرتس، كاركاتير تحت عنوان: حتى نلتقي في واشنطن، وبيظهر فيه البيت الأبيض وحواليه أسلاك شائكة وكتل خرسانية لمنع نتنياهو من الوصول إليه. الكاركاتير طبعا بيعكس تصريحات أوباما أنه بيرفض يقابل نتنياهو خلال زيارته لواشنطن. والكاركاتير الثاني من موقع كالكاليست، وفي مجموعة من أعضاء ما يسمى المعسكر الصهيوني رسمين دايرة وبيقولوا: أي حد بره الخط ده معادي للصهيونية وبيكره إسرائيل. حملة طبعا التخوين بين المرشحين الكنيسة ورئاسة الحكومة ابتدت بدري قوي. الكاركاتير الأخير من جريدة إسرائيل اليوم الموالية لنتنياهو، ورسمت كاركاتير بيتهكم مع الفساد المتغلغل داخل الشرطة الإسرائيلية. فاصل وهنرجع لحضراتكم علشان نعرف العنصرية موجودة حتى في الملاعب الإسرائيلية. العنصرية في الملاعب الإسرائيلية، اسمحوا لنا نقدم لكم نبذة مختصرة عن الرياضة الإسرائيلية اللي بتحاول طبعا بشتى الطرق الانضمام لقارة آسيا، لكن الحقيقة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية هو السبب الرئيسي في رفض الاتحادات الآسيوية المختلفة للرياضة الإسرائيلية. نتيجة لكده بتشارك إسرائيل في كل الرياضات ضمن اتحادات قارة أوروبا، وعشان كده مش بتشارك إسرائيل مع الدول العربية في أي بطولات أو تصفيات. والشيء اللي بيسعد هو الانتخابات والأندية الفلسطينية بتشارك في كل البطولات الآسيوية، وده معناه اعتراف ضمني من دول آسيا بالدولة الفلسطينية.
رغم انها طبعا ما زالت في طريقها انها تصبح دوله بكل ما تحمل الكلمه من معنى. دلوقتي هنتابع فيديو عن عنصريه المشجعين الاسرائيليين ضد اللاعبين العرب والمسلمين اللي بيشاركوا في مباريات اللي بتتلعب في اسرائيل خصوصا في كره القدم. هناك مشكلة عويصة فيما يخص فريق بيتر القدس. طلب جايدماك أن يستأجره أو يشتري. أراد أن يضم إلى الفريق الثاني لاعبين مسلمين من الشيشان وليسوا من المنطقة. لكن هناك مشاعر غضب عارمة في ملعب تيدي. بالمناسبة بيتر خسر أمس على ملعب تيدي 1-0 أمام فريق بني يهودا. معنا الآن اثنان، رؤي رحميم مساء الخير. مساء الخير. وإيتين عمات مساء الخير. مساء الخير. لماذا تعارضون انضمام لاعبين مسلمين لفريق بيتر؟ نحن نعيش في دولة يهودية، لاعبون يرتدون قمصان عليها الشمدان رمز دولة اليهود، ومن لا يحترم هذا الرمز ولا يغني السلام الوطني أولى به أن لا يلعب في الفريق. أنا شخصيا لم آتي لأدعو للقتل ولم آتي لأحرض على العنصرية. أنا عموما في بيتي، وملعب تيدي هو بيتي الأول، لا أريد أشخاصا بعينهم. وماذا تقول له؟ شيء بسيط جدا. أولا، فريق بيتر القدس لعب به لاعبون مسلمون، وهذا على حد زعمه شيء غير جيد، لأن القمصان تحمل الشمدان اليهودي، وعلى اللاعبين أن يرددوا السلام الوطني. وهناك لاعبون من ديانات أخرى ومن دول أخرى وليس المسلمون فقط، وهم لا يرددون السلام الوطني ولا يحترمون رمز الشمدان. لا يقولون إنهم لن يحملوا رمز الشمدان اليهودي حين يمثلون فريق بيتر القدس، فماذا دهك إذن؟ الأغلبية لا يحترمون رموز إسرائيل، وهناك أشخاص يفعلون ذلك سواء في الداخل أو الخارج، وهذا شيء معروف. مرة أخرى، نحن لم نأتي لنطالب بقتل شعب. واللافتات التي كانت بالأمس وكان مكتوب عليها تحريض سافر، أنتم في الإعلام ذهبتم بعيدا، ولا أقصدك أنت شخصيا. لا نتحدث عن قتل شعب، نحن في الصالون وأنا في صالون بيتي، لا أريد أن أستضيف أشخاصا معينين لا يحترموننا. تعال نبدأ من رقم واحد، أن فريق بيتر القدس كان به لاعبون مسلمون، وكنت تفرح بأهدافهم وتهتف كالمجنون في نهائي الكأس عام 1999. إذا لماذا تتذكرون الآن أنه لا ينبغي أن يكون هناك لاعبون مسلمون في بيتر؟ وكل موضوع طهارة المعسكر لا معنى له، فاللاعبون أبناء الديانات الأخرى يستطيعون ويجب أن يلعبوا في بيتر القدس. وإذا أصررنا على هذا الموضوع فإن بيتر القدس سيكون امتدادا لبيتر التاريخي، بمعنى تحالف يوسف ترومبلدور الذي أسسه جابوتينسكي. واليوم وقبل اللقاء قلبت في كتابات جابوتينسكي عن أشياء قالها عن المساواة. قال جابوتينسكي صراحة إن المساواة هي نبراسي، وهو أهم شيء أراه في الدولة اليهودية، المساواة بين الجميع، بين اليهود والمسلمين والمسيحيين والعرب والشيشانيين، الجميع. نحن فريق يمثل الجميع، حتى المسلمين والمسيحيين والعرب. هل ترى أن من المعقول أن يقول لك أنهم لن يسمحوا لليهود بلعب كرة القدم في بلجيكا مثلا؟ إذا قالوا هذا فإن اللاعب اليهودي لن يذهب ليلعب هناك، ولن يفرض نفسه في مكان لا يرغب فيه، ولا ينبغي أن يفرض نفسه على أحد. وغير هذا، طالما أن هؤلاء اللاعبين بالذات كما فهمت من الأشخاص الذين رأوهم ليسوا لاعبين مميزين. وهل هذا مهم؟ أنت لا تعترض عليهم لأنهم ليسوا ممتازين، أنت تعترض عليهم لأنهم مسلمون. هل ترى كل لاعبي العالم؟ أنت لا ترى شيئا. موضوع هذين اللاعبين بالذات، المدافع والمهاجم، هو موضوع يحدده المدرب إن كانوا لاعبين جيدين بالشكل الكافي. هو لا يقبلهم من حيث المبدأ. لا المدرب يحدد ولا المالك، من يحدد هو مجلس إدارة النادي، وإذا جاء المالك ورفض فسوف نكون أمام مشكلة. هل سألوك عن اللاعبين؟ هل رفض مجلس الإدارة اللاعبين؟ لم يسألونا. عنصرية المشجعين الإسرائيليين ما تختلفش كتير عن عنصرية رجال السياسة والمستوطنين اللي بيتهموا العالم كله بمعاداة السامية لو اتجرأ على انتقاد أي تصرف إسرائيلي. الواقع إن العنصرية الإسرائيلية لا تعتبر شيء جديد ولا بتعتبر مفاجأة، بس اللي بنستغرب له هو إن المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان ساكتة على العنصرية الإسرائيلية رغم مكافحتها لمظاهر العنصرية على مستوى العالم.
وبانتهاء الفيديو عن العنصرية في ملاعب الكرة الإسرائيلية بتنتهي حلقتنا النهاردة. منتظرين تعليقاتكم واقتراحاتكم على صفحة البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.